بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نحن الآن في موقع من مواقع الجنة، الآن في خيمة من خيام أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، خيمة الإمام الحسين صلوات الله عليه. هذه الخيمة التي عجت وأجت في سبي النساء، هذه الخيمة التي قادت ما قادت الرسالة الحسينية، هذه الخيمة لأكبر قائد وأغنى قائد الآن موجود في الأرض، وهو جد القائد الأكبر الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه. هذه خيمة الرسالة، هذه خيمة النبوة، هذه خيمة الإمامة، هذه خيمة الحسين. إني أتكلم حول قصة من قصص هذه الخيمة. في عاشوراء السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليها كانت تتفقد هذه الخيام، وفي يوم وفي لحظة عفوا من هذه اللحظات أتت السيدة زينب عليها السلام وذهبت إلى خيمة الإمام الحسين، فرأت الإمام الحسين صلوات الله عليه في هذه الساعة يتهجد ويقرأ القرآن. كان وحيدا، كان في جو من الوحدة، كان يتهجد، كان يطلب من الله سبحانه وتعالى النصرة. فتأست السيدة زينب وذهبت فقالت هل الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه وحده؟ فذهبت إلى أبو الفضل العباس صلوات الله عليه، فرأت أبا الفضل في حالة من الحالات يجتمع بالأقرباء ويقول لهم نحن نتقدم الأنصار، وكان الخطاب خطاب كقائد من قيادات العسكر وكقائد أكبر بعد الإمام الحسين صلوات الله عليه. وكانت رسالته أبو الفضل صلوات الله عليه يقول نحن الأولى أن نكون في المعركة. فالسيدة زينب ارتاحت راحة ورجعت إلى الإمام الحسين براحة، وتأكدت، بل هي متأكدة بأن المعركة يقودها أبطال من بعد الحسين صلوات الله عليه. في هذه الخيام وفي خيمة الإمام الحسين هو المركز القيادي لقيادة التشيع في ذلك الوقت، هو المركز الذي يحتني في قيادة الأمة، هو المركز الذي يهيمن كل قوانين المجتمع ويعطي رسالات كثيرة، يعطي إلى القائد كيف يقود، يعطي إلى كيفية التعامل ما بين الأخوة. هذه الخيمة تعطي مراحل عدة: المرحلة الأولى مرحلة القيادة، المرحلة الثانية هي مرحلة الإمامة بل هي المرحلة الكبرى، المرحلة الأخرى هي فهم عناوين وكيفية تقسيم الإمامة في ذلك الوقت، ونحن إن شاء الله سوف ننتقل في حلقة أخرى إلى خيمة الإمام زين العابدين وكيف يستلم هذه الإمامة من خلال هذه الخيمة. الخيمة هي ليست خيمة فقط، الخيمة أصبحت أكبر من البرلمان، الخيمة أصبحت دستور يكتب،
الخيمة لو نقول بأنه ماذا فعلوا بالخيمة هذه، وماذا يقولون، وماذا يتحكمون، وبماذا يتأسون. في قمة التواضع الإمام الحسين صلوات الله عليه، وفي قمة الهيمنة الكبرى لديه على كل مفاصل الحياة، هو قائد عملاق، مقدام، رجل فذ في قيادة هذه المرحلة. الخيمة رسالة من الرسالات الكبرى للعالم. منها قد يؤسس الآن يؤسس مثلا كما يقولون خيمة البرلمان، كما يقولون خيمة الأمم المتحدة، ولكن هذه الخيمة لا تكون قوانين وتؤخذ، هي التي تؤسس القوانين. أنا في هذه الأوقات القصيرة ولا أريد أن أتكلم حول الحزن، ممكن سوف نذهب إلى حلقة أخرى حول الحزن في هذه الخيام، وأقول لكم وانتظرونا في حلقة من حلقات خيام الحسين، سوف نتكلم حول ماذا أقاموا في هذه الخيمة، ولماذا يدوسون عليها بالخيل. إذن هي خيمة القيادة، إذن هي خيمة قيادة الإسلام، إذن هي خيمة قيادة الإمامة. انتهينا، وإن شاء الله في حلقة قادمة، ونشكر تواصلكم معنا، والصلاة والسلام على محمد وآل الطيبين، والحمد لله رب العالمين.